السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا. النهاردة هنتكلم في الفيديو عن اختبار الحمل. النهاردة حالة جاية وتقول يا دكتور الحجم، أنا لي 3 أيام بنزل دم وباخد علاج الدكتور ومفيش فايدة، وعاوز أطمن أنا لسه حامل ولا ده إجهاض. أولا لازم تعرف أنه عندنا أكتر من نوع من اختبار الحمل. طب إيه المناسب في الحالة دي من اختبارات الحمل؟ عندنا اختبار حمل في البول، وده لو عملناه في الوقت ده هتطلع النتيجة بتاعته إيجابي. واختبار الحمل في الدم اختبار حمل عادي، وده بيبين انت حامل ولا لا، ولو عملناه برضو هتكون النتيجة إيجابي. وده اختبار الحمل الرقمي هو الوحيد اللي هيفيدنا في الحالة دي، هل انت حامل ولا لا. تعالوا مع بعض نقرأ ونفسر نتيجة هذا التحليل، فخليكم معنا لنهاية الفيديو. ولو انتم بتشوفونا اول مرة شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اختبار الحمل الرقمي، الاختبار ده بيحدد عندنا نسبة هرمون الحمل في الدم كام، ومن خلال الرقم اللي بيظهر عندنا بنقدر نعرف هل انت حامل ولا لا. فمثلا النتيجة الموجودة معنا، النتيجة ظهرت 2، والمعدل الطبيعي للحمل اللي هو بيكون 5. طب 2 أقل من 5 يبقى كده مفيش حمل، تمام؟ طب لو كانت النتيجة أعلى من 5 فبنبدأ نحدد العمر المحتمل للجنين. طب أنت كنت حامل وحدث عندك نزول دم ومش عارفة ده إجهاض ولا لا. فمثلا لو نفترض أنك أنت حامل في شهر، يعني ليكي شهر حامل وبدأ ينزل عليك الدم ده، فالمفروض الحمل في شهر بيكون من 5000 إلى 1000. طب لو إحنا عملنا اختبار الحمل الرقمي في الفترة دي ولقينا نسبة هرمون الحمل مثلا عندنا 50، فهل يعقل إنه 50 ده عمر جنين عمره شهر؟ طبعا لا، طالما في انخفاض في نسبة هرمون الحمل عن العمر المحتمل للجنين فده يدل على وجود إجهاض. طب أنا هكتفي إنك أنت تعمل اختبار حمل مرة واحدة؟ لا، في الحالة اللي زي كده بنبدأ نعيد اختبار الحمل بعد 48 ساعة عشان نشوف هل في نزول مستمر لهرمون الحمل، ومعنى ذلك تأكيد لحدوث الإجهاض. طب لو لقينا إنه في ارتفاع حتى ولو بسيط، يعني كانت النسبة 50 وبعد 48 ساعة لقيتها 70، فمعنى ذلك إنه هرمون الحمل عندك بيزداد حتى ولو قليل، فهنا الطبيب بيبدأ يوصف أدوية تساعد على تثبيت الحمل، عشان طالما في ارتفاع في نسبة هرمون الحمل فده معناه إنه الحمل ما زال موجود. يبقى نفهم من كده انه افضل اختبار حمل في حالة نزول الدم او انك انت شاكة انه يبقى عندك اجهاض هو اختبار الحمل الرقمي، وبنعيده بعد 48 ساعة للتأكد من وجود الحمل ونمو. مش كل الحالات اللي بينزل فيها دم وجود اجهاض، ممكن يكون دليل على انغراس البويضة في جدار الرحم. انغراس البويضة في جدار الرحم بيبقى فيه عندنا قطرات دم خفيفة، وده ما بيكونش منه قلق بإذن الله، وممكن بينزل دم وتبدأ تاخدي المثبتات الحمل بتاعتك والحقن أو اللبوس، وبالتالي الحمل بيثبت وبيكمل بإذن الله. فعشان نطمن هتعملي اختبار الحمل الرقمي فقط ليس غير. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.